الكلمتين دول؟ عاملة ايه يا اختي؟ يا حلاوة يا حلاوة، تعالوا شوفوا اللي جوه دي لابسانه ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله. من فين الرابعة؟ تعبانة يا عين امها ورقدة فوق. وصحيت متفززه كذا مره من النوم، رحنا بقى عشان نخليها تنام براحتها ادينا حبايه منور وشربناها اللبن وحكينا لها حكايه قبل النوم وسبناها تنام. مش وقت تريقه يا سميحه. يا ستي انت حد داسلك على تعرف ولا ايه؟ بس انا مش طالبه معايا نكد خالص. نكد؟ اعوذ بالله اعوذ بالله، ابعد يا نكد، امشي يا نكد. لا يا حاج، كل نكد، انا ما اقبلش ابدا انك تعيش في نكد. ده انا النهارده هوريك ليله كلها فرفشه عمرك ما شفتها قبل كده ولا هتشوفها. ايه يا اختي؟ بالراحة شوية على الراجل، تعبان، عاملاله لهوة يرم بيها عظمه، ارحميه شوية. والنبي ارحمينا انت بقى يا انهار، اكلي ايه؟ هو انت كل حاجة همك على بطنك؟ راجل محتاج حاجة تانية كده تفرفشه وتروقه وتبسطه، وانا اللي هعمل حاله، مش كده يا حاج؟ نعم يا اختي، واشمعنى انت؟ يا سلام سلم، وليه ما كنش انا بقى ان شاء الله وحشة ولا وحشة؟ لا يا حبيبتي، لا انت ولا هي. هيجي معايا انا، مش كده يا حاج؟ ما عليا عليك خير، ما تسعهوش. بس بس في ايه؟ هتخانق قدامي؟ نلعب اللعب. سؤالك يا مسهل يا رب، كم عدد المصريين اللي حفروا قناة السويس؟ شوفي اللي بعده يا حاج. سؤالك يا سميحة، كم واحد بيشجع النادي الأهلي في العالم العربي؟ شفت يا اختي الراجل؟ وبي ده كلام يا حاج، ده انت عليك حكم، بقى سايب الصف كله وتسالني انا بس السؤال ده؟ حرام عليك، خش على اللي بعده. يلا ادخل يا حاج على اللي بعده. سؤالك يا دلال، يعني ايه منظمات مجتمع مدني؟ يخس كده بقى بما يرضي الله، الليله دي اجازه. يا حاج طب اسمعنا يا حاج، معنا بس يا حاج، طب اسمعنا والنبي. انا طالع انام في وط العيال، على الله على الله، اسمع نفس او صوت يعدي قدام باب الاوضه وانا نايم. قال لك على الله حد كده والنعم احنا موجود فيه. مساء الفل يا سيد الكل. غريبة. ما غريب الا الشيطان يا عيون قلبي. وفي كل خير يا حاج، وحشتنا. النهار ولسه فاكر اني وحشتكوا؟ هو انت نسي برضه يا حبيبي؟ لا اله الا الله. اصل يا حبيبي الاناك زعلان ومتضايق ومكتئب، قلنا ما ننزل كده كلنا نهيص. اصلا او النعم الشريفه، نسيو بيبي. بيبي الليلة دي يا حبيبي مفيش غير كل دلع وحب وسعادة واخر مزاج. بجد؟ يا ولاد الليل، انتوا طلعتوا حاسين بيا فعلا. يا ما انت كريم يا رب. روحي، هو احنا مش هنلعب اللعبة بتاعتنا يا روحي؟ لعبة ايه؟ لعبة الدور يا حجوشي. طب مش تفهموها للعروسة الأول؟ عارفاها، بس عايزة أعمل فيها تعديل بسيط قد كده أهو.
يا سلام، عدلي براحتك، عدلي زي ما انت عايزه. ها تعديل ايه بقى؟ المره دي احنا اللي هنسالك، واللي مش هتعرف ترد على سؤالها هي اللي الليله ليلتها. انا اتسال ازاي يعني؟ مستحيل طبعا. ليه بقى ان شاء الله؟ ليه؟ انهار، ما احنا كلنا يا اخويا هنتسال يوم القيامه. ما تخافش يا بيبي، اللعبه هتعجبك قوي. يلا والنبي بقى يا بيبي، هات يلا بقى رايحين نلعب. الله، اخلصوا تنيروا العفو. يلا استنى استنى، هو دلوقتي اللي هتسال سؤال وانا ما اعرفش اجاوب عليه هتبقى دي ليلتها هي؟ ايوه. اتنيلوا اسالي. هات الجرس يا كوكو. السؤال الاول، كم عدد حلقات المسلسل العربي الناجح ليالي الحلميه؟ مش عارف. مبروك عليك يا دلال. على البركة، يلا بينا، تصبحوا على خير. السؤال الثاني، أنا عايزة وزير البيئة بتاع سنغافورة. عايزة تعملي بيه يا نار؟ عايزة اسمه فواز. مش عارفة. مبروك عليكي يا أنهار يا حبيبتي. تالت ايه؟ تالت ازاي؟ مش واخدة بالك؟ ايه ده؟ مش حقنا ولا ايه؟ ده شرع ربنا وكله بما يرضي الله. بسم الله ما شاء الله، وفين سواكك بقى بالمرة؟ خليك معايا هنا يا بيبي وقول لي تعرف؟ تعرف يا اخويا كم عدد مشجعي نادي الزمالك في الوطن العربي؟ تعرف؟ ده اسود قوي البنت. مبروك عليك يا سميح. هاتي يا حبيبتي، خدي عينيا. السؤال الرابع، ولسه في رابع؟ كيل لو نو دو شاكون دو كاتر ايبوز دو حاج فواز؟ هو كده السؤال؟ مبروك عليكم. وحشني يا حبيبي.